ناخد تفسير آخر. معايا دلوقتي على الهاتف دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. دكتور مجدي مساء الخير. يا مساء الخيرات يا استاذ، اهلا بيكي. أهلا بحضرتك. طيب أكيد حضرتك تابعت اللي حصل، اي رأي حضرتك إيه؟ هو شوف حضرتك، فيروس الكورونا المستجد الكوفيد 19 كان جديد، لما كان جديد كان ماهر جدا في خداع البشر كلهم. واحد، اثنين، ان احنا دخلنا معاه معركه، وللاسف المعركه دي فقدنا حوالي 20 مليون. يبقى كان في اخطاء. كويس، اول الاخطاء دي لها اللي هي كانت الاستعلاء والغرور، الغرور البشري والاعتقاد ان انت مع احترامي افضل من الفيروس. الفيروس لا، الفيروس غلبنا وتفوق علينا وعمل لنا خسائر ماديه وبشريه واقتصاديه وتعليميه، وما زالت حاجه اسمها كوفيد طويل الامد. استخدمنا اسلحه كثيره جدا للوقايه، من ضمنها التباعد الاجتماعي او التباعد الجسدي. ده مش جديد. التباعد الجسدي ده معروف من زمان، اي ما يكون حد عيان ابعد عني، واحد بيعطس انا مش هقعد قدامه، واحد بيبصق قدامي لا. ما يبقى تجربه التباعد الجسدي مش جديد. واحد، الحاجه الثانيه، العدوى بشكل عام الفيروسات التنفسيه بتنقل عن طريق الرذاذ والقطيرات، يبقى بالتالي اما حد يعطس قدامي، اما حد يسلم عليا وايده ملوثه، اما اقول له ابعد عني ما تبوسنيش، ده حاجات صح جدا. فاللي يقول في الزمن ده التباعد الجسدي ما كانش مفيد، مع احترامي، غير صحيح ابدا ابدا، حتى لو هو مش مقتنع. وبعدين مش مشكله ان هو امريكا وانا مصري او غيره الكلام ده، لا انا ممكن هو كان بيقول ان احنا هم كانوا حاطين يعني انه لازم يبقى 6 متر، والولاد لما قعدوا في المدرسه والاطفال لما لبسوا الكمامات. يا استاذ احنا دخلنا معركه وكلنا دخلنا المعركه دي وكان عندنا خسائر، هل الخسائر المصريه تقارن بالخسائر في الدول الكبرى زي امريكا او بريطانيا؟ لا طبعا، احنا متفوقين، احنا دخلنا المعركه باقل الخسائر وباعظم النجاحات. انا بس ليه؟ انا عايز اعرف بس، ثواني بس، ما انا جاي لك بقى، هل ده ممكن يكون حاصل؟ يعني هل ممكن ان كل الاجراءات دي اللي احنا خدناها كان ما كانش في داعي مثلا للكمامات مثلا اللي اتباع منها ملايين دي؟ يا استاذ خلينا نكمل بس، انا اتكلم عشان يبقى كلام مفيد. اتفضل. احنا اتكلمنا دلوقتي بنقول التباعد الجسدي ما زال فعالا ضد كل الفيروسات التنفسيه. واحد، اثنين، الكمامه تقي من 200 فيروس. محدش يقول لي بقى انها مش ما كانتش مفيده. ايه مش عايز اقول ايه ده، ايه الجهل ده؟ الكمامه مفيده، الكمامه تحمي، انا كنت بلبس كمامه من 2009 يبقى وكل اسرتي، يبقى الكمامه تحمينا من ايه؟ من الغبار والتراب والخماسين. يا دكتور مش ده اللي انا بسال عليه يا حضرتك. انا فاهمه، لا دي مفيده جدا، مفيدة انا فاهمه انا فاهمه 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 مش ده يبقى ده كانت مفيده. والتطعيمات بقى كمان، التطعيمات كمان انا بتكلم على ان جداً. انا يا دكتور على فكره بعض التطعيمات تم اكتشاف انه فيها كان فيها بعض الاضرار الكبيره. يا دكتور بعد اذن حضرتك، لا انا عايز الدكتور راح فين معايا؟ الله ينور عليك. الله ينور، خليك معايا من فضلك. شكرا جزيلا، اشكرك. ولكن بقى، خليك معايا ثانيه واحده من فضلك يا دكتور، عايز اسال منع استفحال الفيروس. يا دكتور مش ده سؤالي برضو، سؤالي في حته تانية، هل ممكن الناس دي تخدعنا بالشكل ده؟ مين ده اللي بيخدعك؟ لا، لو كان في اجراءات اتحطت منهم وكانت مش مدروسه او مش على دراسه. لا يعني الفيروس كان جديد وكان في اجتهادات. بس حضرتك هل تعلم انه في تحقيقات دلوقتي في القصه دي؟ حتى لو الموضوع بيتحقق فيه، بص، عشان الشركات وتعويضات وكلام ده، حتى لو النسبه كان مثلا عملنا 3 مليار في الشركه، كمان 3 مليار والمشكين 80 واحد ضرره من جرعه، 3 مليار جرعه تطعيم. التطعيم افاد الناس كلها، التطعيم مفيد جدا. مثلا الاثار الجانبيه كانت معروفه وما كانتش جديده، الاثار الجانبيه حدثت لتقاعس الذين كانوا يشكون من امراض وعدم ذهابهم الى المستشفى. في مصر هنا كان في ناس قال لك انا حسيت، راح المستشفى خف وخلاص، انا كان عندي كذا منعناه. يبقى الاثار الجانبيه كانت ممكن تمنع عند الذهاب مبكرا الى الطبيب، اللي استنى لحد ما جاله شلل او جاله جاي النهارده يقول انا خدت تطعيم وحصل لي، انت اتاخرت ليه يا استاذ؟ الاثار الجانبيه كانت معروفه، كل الناس كلها في العالم بيوقعوا عليها، ما فيش حد يتكلم بالطريقه دي. اللي فيروس احنا نجحنا في كبح جماحه، منعنا نشأة الفيروسات. انا ما بتكلمش احنا نجحنا ولا فشلنا، انا بتكلم انه في قضيه شغاله دلوقتي بره. القضيه كام بيها يا استاذه؟ كام هم 80 و 40 واحد قضيه، مش مشكله، عدد المليارات استفادوا، المليارات استفادوا. طيب، المليارات استفاد. المواطن يعرف، المواطن المصري او المصري العربي لازم يكون عنده ذكاء، ميار الخبر، مش عشان خبر احنا هنمشي وراهم عشان الشركه عايزه تكسب، او مثلا شركه عايزه تدمر شركه اخرى، او شركه بتحضر تطعيم لفيروس جاي مثلا مرض اكس ولا حاجه. لا لا لا،
الحقائق واضحه قدامنا جدا، الوقايه معروفه، التباعد والكمامه وغسل الايدي، الحاجات دي مهمه جدا، وقبلها تعزيز المناعه اللي يبدا بالنوم وبالرياضه بالتغذيه و و والحاجات دي كلها من ضمن الحاجات اللي العالم كله دلوقتي في دعايه رهيبه جدا للمأكولات اللي هي الفاست فود والكلام ده. طب ما احنا قلنا 100 مره الاكل المصري هو ده بيمنع الامراض ويعزز المناعه، يبقى كده ومحدش بيعمل دعايه. دعايه للاكل الفاست فود ازاي؟ بمعنى ايه حضرتك تقصد ايه؟ يعني كل دلوقتي اي حد دلوقتي في العالم عايز ياكل بيروح ياكل فين؟ عشان تم غسل مخه، بياكل الاكل الفاست فود المعروف اللي هو الاجنبي الغربي السريع الغربي السريع النمط. طب ما كل العواصم اللي فيها الناس بتاكل الحاجات دي كلها كان اعلى معدلات الكورونا في الوفيات. يبقى رجعنا تاني نقول ان الاقتصاد الطبيعي اللي احنا كنا بناخده في مصر ده كان بيعزز المناعه، وكان ليه دور من ضمن الاسهابات اللي قللت من معدلات العدوى ومعدلات الوفيات في مصر. ايوه لازم تعزز مناعتك عشان حتى الفيروس الجديد اللي احنا مش عارفينه، يبقى لازم تعزز المناعه. هو حضرتك شايف انه في فيروس جديد هيهاجمنا يعني؟ هو منظمه الصحه العالميه بتعترف بتقول لك المرض اكس جاي، المرض اكس هيكون قد الكورونا من 30 ل 100 مره، والوفيات حوالي 100 مليون بيقولوا من دلوقتي، لازم تعرفوا هيكون ايه بقى؟ هيكون كورونا مستجد، هيكون ايبولا، هيكون جدر القرود، هيكون انفلونزا طيور، الله اعلم، بس هو جاي جاي. يبقى طب نعمل يا ايه؟ دكتور في نظريه بتقول ان يعني ان الفيروس ده بتبقى متخلق او معمول مخصوص اخر يعني. الاحتمالات اخر الاحتمالات اللي هو اللي مش عارف يفكر في حاجه. هو مش عارف يفكر في حاجه ومش عايز يشتغل، مش عايز يشغل مخه. احنا بنتكلم فوق خالص، بنقول لك تعزيز المناعه يا ريس. انت جاي تقول لي بقى هو مخلق، طب هو مخلق هتعمل انت ايه اصلا؟ هو مخلق مثلا هتعمل ايه؟ يبقى اتصرف بسرعه، احمي مواطنيك، احمي اسرتك، احمي نفسك، وما تقعدش بقى في الحته دي. الفيروس هيجي لك هيجي لك. يبقى لازم انا لو انت مناعتك جيده وعززتها من دلوقتي وخلاص، وهتبقى مهما يجي لك بعد كده فيروس هتتحداه، مفيهاش حاجه. طيب دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، انا بشكرك جدا على المداخله.